بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف صورة لصفحة ال HTML. فهاجي هنا واقول له image img، وبعد كده اقول له source، وادي له المسار اللي فيه الصورة ديت. يعني مثلا هقول له 1.png، ده الصورة اللي موجودة اهيت، تمام. واقول له كنترول اس واجي هنا ادوس F5، الصورة تظهر. طيب لو انا عايز اتحكم في الابعاد بتاعتها، اقول له ويت بتساوي 100، او خليها 300، والهايت هتساوي 400، واقول له كنترول اس واجي هنا ادوس F5، تلاقي الصورة بقت بالحجم دوت. ممكن نخلي دي كمان 400 ونقول له اس، ونيجي هنا 5 كده بالشكل دوت. طيب بفرض ان الصورة لأي سبب مبقتش موجودة، حد لغاها، فبقول الت، يعني لو الصورة مش موجودة اكتب لي الكلمة دي نو ايمج، تمام، كنترول اس. وهاجي هنا هغير الصورة دي، بدل ما هي 1 هخليها 11، وادوس هنا F5، الاقي نو ايمج ظهرت بالشكل دوت.